السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لي. في البداية كل الناس اللي بتشوفنا يا ريت تعمل لايك حالا، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات وكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. ده طبعا لو المحتوى اللي بنقدمه عجب حضراتكم. أنا مش عارف الناس زعلانة مني ليه لما بتكلم مع محمد صلاح واتكلمت عن الحملة دي، وكله يا جماعة ما تشتمش، تشتم ليه؟ وأنا عبد الله أديها بلوكات يا جماعة، وأنا أعمل إيه يا جماعة؟ محمد صلاح تاني أهو، الخبر أهو واضح وصريح، محمد صلاح عمل جلسة تصوير لمجلة جي كيو، جلسة التصوير اتصور بمجموعة من الملابس القديمة التي تعود لفترة السبعينيات. ده ايه؟ ضمن حملة للدعاية لبعض الماركات العالمية. يعني التصوير ده ببلاش، محمد صلاح تصور ببلاش، لا، دعاية لبعض الماركات العالمية، منها شركة خمور كبيرة عالمية في الدنمارك، ومنها شركة اديتاس للملابس وغيرها. الناس بتقول لي ده بتاع ليفربول، هو طالع يعمل اعلان لليفربول؟ ده طالع يعمل اعلان مدفوع الاجر لماركات عالمية من ضمنها شركة خمور في الدنيا، اكبر شركة خمور. ايه بقى انت زعلان مني ليه؟ انت تزعل مني ليه؟ انا ازعل يعني انت خلاص كده بتدافع عن محمد صلاح عمياني كده؟ محمد يا سيدي انا غلطان، انا غلطان، محمد صلاح هو الصح. الخمره الدعايه بتاعتها حلو، ها كويسه حلوه يا عم، في ايه؟ ما تظلموش، ما تعملوش. انت كارم محمد صلاح حاقد على مصاحب ابو تريكه، مين فخر وفخر واحد ماسكني كل شويه ما جاوبتنيش، هو ابو تريكه فخر العرب في ايه؟ فخر العرب في الاحترام، فخر العرب في الادب، فخر العرب ما بيعملش اعلانات للخمره بتاع فخر العرب. انت مالك يا ابني؟ انا شايفه فخر العرب، انت حر تشوفه في اخر واحد في العرب، تشوفه اول واحد في، انت حر، انا شايفه كده كاتب كده اهو في الخلفيه اللي انت شايفه، فخر العرب ابو تريكه فخر العرب، انا حر يا اخي، انا شايفه كده. انت بتزعلك وانت لازم اشوفه زي ما انت شايفه؟ وانت دماغك زي دماغي؟ انت طولك زي طولي؟ شكلك زي شكلي؟ تفكيرك زي تفكيري؟ حياه بيئتك اللي تربيت فيها زي بيئتي؟ ما تخليك في اللي انت فيه. انا كل شويه طالع ما ردتش وانا عندي 70 سنه يا اخي، ربنا يديك طول العمر. انا مالي ومالي؟ انا شفت فخر العرب في اي، لا القدوه بتبقى فخر العرب، الاحترام فخر العرب، الادب والالتزام. انت شايفه بقى ارهابي عفريت، انت حر دماغك توديك مكان ما توديك. انما ان محمد صلاح يعمل ده كله يسقف دعايه خمره، لا يا اخي ما تظلموش، حرام عليك تقل. لا انا بظلمه؟ انا بقول لك شركه موجود على التيشيرت كذا واعلانات لماركات عالميه لجلسه التصوير، دعايه لماركات عالميه، دعايه ماركات عالميه يعني ايه؟ يعني جرشينات، يعني فلوس من ضمنها. كان ممكن يقول ستوب، كان ممكن يقول مش هتصور خالص، طالما فيها خمور مش هتصور خالص. انا بتعب ليه؟ بتتعب ليه يا جماعه كده؟ ليه عايزين تتضغط؟ عنده الضغط والسكر ليه؟ ناس كلها قلبها جاحد، قلبك جاحد ليه يا ابني انت؟ اهو لما اتكلمت عن وائل الابراشي وقلت الاخ فريد الشباشي بدل ما يقول الله يرحمه كاتب بيقول ان هو كان بيدعم خلع الحجاب، في اشاره مني لانه بيعمله في التوقيت ده الاخ فريد الشباشي. ما يصحش مع وائل الابراشي او غير الابراشي تتكلم في حاجه تفيد وتدعي له دعوه. الناس تقول لك طالع تدافع عن وائل الابراشي، يا سيدي انا مالي؟ هيخش الجنه هيخش؟ انا مش بتاعتي ولا بتاعتك. طيب يقول لك ربنا يحشرك معاه يا اخي انت، هو طالما بتدافع عن الباطل ده انت بتشوه الناس اللي، يعني انت لو انت شايف نفسك مستضعف وبتدافع عن المستضعفين وداخل كده عليا وتتكلم بالطريقه دي عن اموال، وزي ما قلت قبل كده اتكلمنا عن محمد مرسي وقلنا عيب الشماته في محمد مرسي وما يصحش، ووائل الابراشي قلنا ما يصحش الشماته، يا اخي النبي وقف لجنازه يهودي وقلنا الموت له حرمه وله هيبه وله جلال، وتفرح ما تفرح، انا وجهه نظر كده ورايي. ليه تقول ربنا يحشرك معايا يا اخي؟ انا عارف هيروح فين تدعي، وبعدين انت مالك يا اخي؟ انت مالك؟ الناس بقت سفله وقليله الادب، انا مش، وغبيه كمان، بعض الناس غبيه كمان، يعني الناس غبيه مش فاهمه. بتكلم ما انا ما بتكلمش هندي، انا بتكلم عربي، انا ضد الشماته في ده وفي ده. يا ربنا يحشرك معاه، واحد يقول لي داخل يقول لي انت قليل الادب وبتاع، ولو راجل سيب التعليق، رحت مسايب له التعليق لانه ان دل
اول هام ده انت بتسيء ليا وبتتجاوز في حقي، ثانيا الناس هتخش هتقول عليك سافل قليل الادب، ثالثا انت بتسيء لو انت شايف ان انت واخد صف الناس المظلومين والناس اللي ماتوا. والله انا هو انا متعاطف، انا مين قال لك ان انا قلب حجر؟ مين قال لك ان انا مش زعلان على الناس اللي ماتوا؟ لكن تصرفاتك دي بتخلي الناس تتعاطف معاك ومعاهم؟ لا، بتقول عليك انت قليل الادب. بما انك قليل الادب يبقى الناس اللي انت بتدافع ما يستاهلوش، فانت بتشوه الناس. يعني الاحترام، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كل الناس اللي بتتكلم كلهم فظين غلظاء القلب، شويه سفله، شويه قلالات الادب، ولا حد فاهم حاجه، كله يخش يا اخي اشتم وينع. يعني الواحد يمسك نفسه بقى يا اخي. خلينا نرجع تاني لطبيعتنا. اكرم توفيق، اكرم توفيق اتحاد مصر لكره القدم للاسف الشديد اعلن عن اصابه اكرم توفيق بشكل واضح وصريح، وهو بعد الاشاعات وكنا دايما بنتردد، كلام طلع اكثر من مره: قطع في الرباط الصليبي، لا قطع في الرباط الداخلي، لا قطع في كدمه في الرباط الخارجي، وكلام من جزع في الرباط، محدش عارف. النهارده بعد التحليل وبعد الاشاعات اللي اتعملت تاكد بشكل واضح وصريح اصابه اكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، وهيرجع للقاهره ان شاء الله في اروات عشان يعمل العمليه، ربنا يسترها. كمان اصابه فتوح ب احمد فتوح بشد في عضلات الساق، هيغيب اسبوع ولا حاجه وبعد كده هيرجع، يعني ربنا يستر عليه وتمشي فيه على خير. نادي الاسماعيلي باع محمد صادق لنادي بيراميدز. محمد صادق انتقل لنادي بيراميدز، يعني عندك اللاعب التونسي اللي فخر الدين بن يوسف انتقل لبيراميدز، ولا الاعلام قال اتفرجوا الزمالك الاسماعيلي زي الاهلي، ولا الجماهير تهيج على محمد صادق انتقل، ولا بتعمل ايه عادي. لكن لو كان اللعيبه دي راحت نادي كان قطعوا له الاهلي، هو ما وروش غير نادي الاسماعيلي، هو على طول كده يفضي نادي الاسماعيلي، هو وناس ربنا يعافينا واياكم. يعني تاني وتالت الناس اللي بتتكلم عن طريق المشكله يا جماعه في في الاعلام الزملكاوي والاخوه الزملكاويين، انهم مش قادرين يفصلوا منتخب مصر عن النادي الاهلي. حتى ميدو امبارح بعد خساره منتخب مصر من نيجيريا، السوشيال ميديا الزملكاويه كلهم على تويتر وغيره هاجموا مين؟ ما هاجموش كروش، هاجموا الجهاز اللي معاه. طالما بتوع النادي الاحمر موجودين يبقى هتخرب، دول منظر ناس تكسب. يا حبيب قلبي ده اللي بيدير فنيا هو كروش، مش الكابتن ده السيد محمد شوقي ولا وائل جمعه الاداري، لا لا، ما هم اللي خربوها. حتى ميدو بيقول لك لا، الكابتن دياء السيد لازم يتكلم مع كروش. ومين قال لك انه ما بيتكلمش مين؟ الكابتن دياء السيد لازم يبقى له دور. ومين قال لك ان هو ما بيتكلمش مين؟ الكابتن دياء السيد لا يمشي لو هو ملوش دور. لا، طب ما بدل ما نقول الكابتن دياء السيد يمشي ولو ملوش دور، طب ما نقول يا ميدو كروش يمشي. هو انت سايب الراس، الراس الهرم، وبتتكلم عن المساعد؟ الناس مساعدين ليه رايهم استشاري يا ميدو؟ اللي بيخربها هو راس الهرم هو المدير الفني. لما تقول يمشي، لا ما اقدرش اقول يمشي، انا بقول على دياء السيد يمشي. طب ما لو دياء السيد مشي والناس اللي محمد شوقي وغيره ومشوا، طب ما هو الراجل ده هيقعد هيجيبوا له جهاز تاني معاون وما حلناش حاجه. لا، دياء السيد يمشي لان دياء السيد لازم يتكلم. نفس فكره الجماعه زي ما بيقول لك طارق حامد، لو كان طارق حامد موجود في المنتخب ما كانش حصل من نيجيريا، يا حيلتها. طب انا عايز اسالك سؤال، هو تريزيجيه لعب ليه تالت في وسط الملعب؟ علشان طارق حامد غايب ولا علشان في لاعب اسمه عمرو السوليه مصاب بيلعب في هذا المركز وما خايف يدفع بيه؟ ها؟ فلعب تريزيجيه. وانا لو تاني طارق حامد يا جماعه، وتم هو بس طارق حامد عبد الغاب، تم قفشه غاب، لا طارق حامد، تم السوليه ما لعبش المباراه، لا طارق حامد، طب الونش كان وحش، لا طارق حامد، طب يا جماعه انتوا طارق حامد انتوا بتهزروا؟ في لعيبه موجوده ما لعبتش زي السوليه، تقول لو السوليه كان موجود ماشي، لكن تقول لي طارق حامد، طب ما طارق حامد ما راحش، اللاعب قفشه ما راحش، وغيرهم كتير لعيبه كتير ما راحش، لا طارق حامد هو اللي كان هيظبط الدنيا. هو انتوا اللي منكم ولا ميدو اللي بيقول لك دي اس كله؟ وانا شوف يا جماعه، الكابتن دي اس سيد طريقه لعب كروش مش داخله دماغ الكابتن دي اس من وجهه نظري، هو الراجل ما قالهاش صريحه او انا ما كلمتوش معاه، لكن انا عملت معاه حوار قبل كده، الكابتن مداخله قبل كده دي اس قبل ما يشتغل في سيراميكا وقبل ما يجي كروش اساسا، كنا بنتكلم عن النادي الاهلي وعن حتى الفيديو موجود، يعني داخل عاملها موجوده على القناه.
بنتكلم عن صفقات النادي الاهلي، كان شايف ان محمد شريف هداف ورائع ولاعب جيد وبتاع، لكن هو بيحب اللاعب الفرود الصريح، بيقول لك هو بيجي من الشمال وبيجي عايز مساحه محمد، يعني اقصد اقول الكابتن ضياء السيد بيحب اللعيب يكون الفرود فرود، الجناح جناح، بيحب كل واحد في مركزه. لكن الشغل اللي احنا شايفينه ده شغل ما مدير فني تحس انه ما يعرفش اي امكانيات عن اللعيبه خالص ولا يعرف حاجه. مين قال انه ما بيتكلم معه؟ بس هو صاحب القرار، اللي هيتحاسب مين؟ احنا دلوقتي اللي غلطنا، بدل ما نحاسب بنحاسب الناس اللي مالوش اساسا انه يتحاسب. الراجل بيقعد بيقول له كذا كذا، والله بنقترح كذا كذا، في النهايه خلاص ها سمعنا، طب كذا وكذا وكذا في الليلة. خلاص هيعملوا ايه؟ لكن لا، يا السيد هو اللي يشيل الليله، الجهاز الفني هو اللي يشيل الليله. الاخ احمد الطيب بيتجاوز في حق اسلام الشاطر وبيتهم اسلام الشاطر بانه يعني حقود، يعني حقد على احمد الطيب. احمد الطيب بدل ما يعتذر عن الخطا الفادح اللي وقع فيه كمعلق بالامس، طالع بيتكلم عن اسلام الشاطر لانه شايف انه متحامل على النادي الاهلي احمد الطيب، يعني متحامل عنه من خلال تعليقه على مباراه مصر ونيجيريا، بدل ما يعتذر. وبعدين هو اسلام الشاطر بس اللي انتقدك؟ انت ما انتش شايف السوشيال ميديا كلها قبل ما اسلام يطلع الساعه 11 ده، من الساعه 7، من الساعه 7 والناس كلها عماله تهاجمك على السوشيال ميديا، ليه مسكت اسلام الشاطر؟ عشان كان النادي الاهلي. طب هو قال لك ايه؟ قال لك لا، المفروض ان انت بتدس السم فعلا، تقول لي النادي الاهلي وخمسه عشان بكاري جسامه. طب هو بكاري جسامه اللي كان بيدير مباراه الخمسه صفر بتاعت سان داونز، وتاني وتالت هو 5-0 بتاعت سان داونز دي في وقت النادي الاهلي، وانا اتكلمت قبل كده لازم نشكر سان داونز على الخماسيه، لان لو لم نشكر سان داونز كان ممكن ما ناخدش التسعه والعشره. احمد طيب اوعى تكون فاكر انها كده بتحرجنا بالخمسه، لا ده هي زي ما بيقولوا كده الاسد اللي بيتعلم من كبواته، وفي كبوه وقفت ومن ساعتها موقف افريقيا على رجل. فبالنسبه لي لا، دي كانت علامه فارقه لازم تتحط تحتها 20 خط، انا كواحد انا ما اتكسفش منها، لا ده انا اقول والله بشكر الظروف واشكر ربنا انه دي حصلت، عشان بعد كده النادي الاهلي استعد وجهز نفسه. فبيقول لك بدل ما يعتذر عن خطا، اولا الحكم مباراه مصر مباراه الاهلي وسان داونز في بريتوريا بتاعت 5-0 مجيتي نضاي مش بكاري جسامه، بدل ما يعتذر عن هذا الخطا طالع بيتجاوز في حق اسلام الشاطر. بيقول لك ايه احمد الطيب؟ عيش في سلام وما تبقاش خايب يا شاطر، لو اعرف ان عدم ذكر اسمك ضمن افضل من لعب وباك يمين الاهلي كما ذكرتهم انا العمالقه ابراهيم حسن وياسر رضوان واحمد فتحي واحمد عبد الباقي ومحمد ابو راضي ومصطفى الدهب واحمد صديق ومحمد عبد الله ومحمد هاني الى اكرم توفيق، الان جميعهم افضل منك خاصه من حيث السرعه. هيعني لو اعرف ان ده هيعمل فيك كده كنت ذكرت بقى كل باك يمين حتى في فرق الناشئين في النادي الاهلي، وكنت اعتقد ان هتسعد بذكر اسم النادي الاولمبي العريق اللي طلبت وتمنيت له ان يعود لمكانته الكبيره في الممتاز اللي المفروض ان انت من ابنائه يعني. وقال الطيب: ولكن للاسف المصلحه تحكم، لان نفس الحكم جسامه انا قلت انه ظلم الاهلي امام الوداد نهائي ابطال افريقيا، هل ده برضه كان سم يا عسل؟ وبعدين انت بتقول انك كتمت الصوت اثناء التعليق، طيب سمعت المعلومات المغلوطه دي فين وازاي؟ المغلوطه معلومات مغلوطه، الناس كلها على السوشيال ميديا، ده معناه انا ما سمعتش ومحدش والناس، وانا ما سمع والله ما سمعتك يا طيب وما بحبش اسمعك يا طيب. ها لكن الناس كلها قالت والناس اللي سمعوك قالوا، هو في حاجه بتستخبى؟ طالما انت ما سمعتش الناس كلها قالوا، وفي لقطات الناس بيقطعوا على تويتر، هو انت عايش من ايام الكهف يا طيب؟ عارف ان ما فيش حاجه بتتنقل؟ ايه يا عمي؟ والله برضه بيقول لي اسلام، والله برضه السكريبت اتوزع عليك من طبيب الحمير، ده اسلوب واحد اعلامي من طبيب الحمير، والله كنت بختلف مع بعض الناس ان هو يتجاوزوا في حقك، والناس تقول الفاظ خارجه وبتاع ويتجاوزوا في حقك، وناس اعلاميين لهم قنوات على اليوتيوب، لكن فعلا انت تستحق هذا من كل من ينتقدك. عيش في سلام وما تبقاش خايب يا شاطر، الاهلي كبير من غيركم ولا يحتاج لامثالكم. انا مش عارف يا جماعه الراجل ده بين سبورت فرضاه علن يا اخي، علق لمباراه الزمالك يا اخي بلا خيبه بلا بتاع، يا راجل روح بقى، قال يا شاطر بقى كان اسلام الشاطر عشان ما قلتش اسمه؟ طب مصر كلها والاهلاويه كلهم زعلانين علشان انت ما قلتش اسم الشاطر؟ الا انما ايه بقى كده؟ حاجه في منتهى الغرابه والله. لا حول ولا قوه الا بالله. في النهايه شكرا على حسن المتابعه لحضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.